يا اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في يوم جديد من فقره الصحافه في برنامج الحياه في مصر. بيشرفني النهارده بس ان انا اكون مع حضراتكم في قراءه سريعه لاهم وابرز ما جاء في صحف الغد بدلا من زميلتي العزيزه هند جاد واللي هتكون مع حضراتكم بكره بمشيئه الله. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نبدا مع حضراتكم فقرتنا الصحفيه النهارده واللي هنبداها بابرز ما جاء في عناوين ومانشيتات صحف الغد. وتقريبا كان الحدث المسيطر على تغطيات صحف الغد هو خبر الموازنة العامة للدولة، الموازنة العامة الجديدة أو المال العام المالي الجديد 2018-2019 واللي أعلنت عنه وزارة المالية عن بدء العمل به من النهاردة الأحد. الموازنة الجديدة بتعتبر أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر بحجم يصل لتريليون و420 مليار جنيه. تخيلوا حضراتكم هذا الرقم، تريليون و420 مليار جنيه مصري. وزي ما معظم الصحف قايله بزياده حوالي 200 مليار جنيه عن موازنه العام المالي الماضي 2017-2018. هنبدا مع حضراتكم اهم المانشيتات في عناوين الغد من جريده الاخبار اللي هتقروا فيها تصريحات خاصه للدكتور محمد معيط وزير المالية للجريدة، أعلن فيها عن زيادة غير مسبوقة في الموازنة العامة الجديدة لمخصصات التعليم والصحة. قال فيها الوزير إن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة بلغت حوالي 194 مليار و315 مليون جنيه علشان تشمل دعم السلع التموينية والمواد البترولية وكمان الكهرباء والأدوية وألبان الأطفال والمية وكمان الغاز الطبيعي والتنمية. كمان تم تخصيص حوالي 200 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور زي ما قال وزير المالية الدكتور محمد معيط لجريدة الأخبار. من جريدة الأخبار نروح لجريدة الوفد اللي اختارت مانشيت برضو متعلق بالموازنة العامة الجديدة للدولة. المانشيت بيقول أكبر موازنة في تاريخ مصر. تحدثت أيضا عن الموازنة الجديدة وزيادتها في جريدة الوفد. ومن جريدة الوفد نتوجه لليوم السابع. في اليوم السابع نفس المانشيت اتكرر تقريبا، يعني تحت عنوان بدء تنفيذ أكبر موازنة في تاريخ مصر بحجم يصل لتريليون و420 مليار جنيه مصري. ووزير المالية الدكتور محمد معيط 257 مليار و700 مليون جنيه هي مخصصات للتعليم والصحة وكمان استمرار خطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق. ده في اليوم السابع. نتوجه للمصري اليوم. في المصري اليوم اتكلمت الجريدة برضو عن الموازنة العامة الجديدة للدولة ولكن بعنوان مختلف بعض الشيء. قالت ان المالية بتقول العلاوتان الاستثنائية والعلاوة الخاصة بترفعان دخل الموظفين وكمان تشديد رقابة الانفاق، خطط لزيادة الايرادات دي كلها في موازنة العام المالي الجديد، والميزانية اللي فاقت الخيال زي ما وصفتها المصري اليوم بتقول في مانشيت بكرة. أما مانشيت جريدة الوطن فكان مختلف بعض الشيء. الوطن قالت اهتم برسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الموريتاني واللي سلمها الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة. طبعا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على هامش انعقاد القمة الإفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط. كان العنوان رسالة السيسي للرئيس الموريتاني ندعم إصلاح الاتحاد الإفريقي وتحقيق هدف إسكات البنادق.
وننتقل لأخبار طبعا الثانوية العامة والتعليم. امتحانات الثانوية العامة اللي بالتأكيد انتهت النهاردة زي ما بتقول الأخبار في بكرة في منشطها الرئيسي، نهاية سعيدة بالزغاريد والسيلفي لدراما الثانوية. غدا بدء تسجيل اختبارات القدرات واستثناء التسعمية الأوائل من التوزيع الجغرافي. ونتجه لجريدة الشروق اللي قالت في صفحتها الرابعة برضو عن الثانوية العامة، قالت طلاب الثانوية العامة بينهون ماراثون الامتحانات بصور السيلفي، والختام كان مع الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا. قالت كمان الشروق إن أولياء الأمور بيستقبلوا أبنائهم أمام اللجان بالزغاريد والأحضان، والطلاب قالوا مش مهم الامتحان صعب ولا سهل، المهم خلصنا من كابوس الثانوية العامة. ولأخبار الحكومة وخبر من جريدة الأخبار في الصفحة الثالثة اللي قالت أعلم فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية موافقته على مد مهلة لسد الضريبة العقارية دون توقيع غرامة على أي شخص حتى 15 من يوليو الجاري. أما المصري اليوم فهنقرأ فيها مع حضراتكم بكرة خبر لوزير النقل الدكتور هشام عرفات اللي بيعلن فيه عن إنشاء طرق جديدة بطول حوالي 1000 كيلو متر بتكلفة تصل لحوالي 17 مليار جنيه مصري، وده ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق خلال الأربع سنوات المقبلة بمشيئة الله. أما اليوم السابع فقالت إن الكهرباء بتبدأ تنفيذ خطة لأزمة أو لمنع أزمة نقص العمالة المصرية في الضبعة، ومصادر بتؤكد تعيين حوالي 1400 كادر جديد على قوة هيئة المحطات النووية و2600 فرصة عمل من خلال مقاولي المشروع. ونتجه لاحتفالات حضراتكم من المصريين بثورة 30 يونيو العظيمة. في جريدة الأخبار قالت المصريون بالخارج يواصلون الاحتفالات بالذكرى الخامسة للثورة، حشود في العواصم الأجنبية لتأييد الرئيس السيسي، وعلم مصر بيزين أماكن التجمعات. نتجه مرة تانية لليوم السابع، جريدة اليوم السابع اللي نقلت الجريدة احتفالات برضو الجاليات المصرية بثورة 30 يونيو في مختلف أنحاء العالم وبالأخص في أوروبا، وقالت إن ميادين باريس ولندن وبروكسل وأثينا ونيقوسية تزينت بالأعلام المصرية، وخرج الجميع في مسيرات بالسيارات بتحمل لافتات مصورة للمناطق السياحية في مصر. ومن الشروق في ذكرى 30 يونيو وزارة الداخلية بتؤمن والمحافظات بتحتفل. نتجه لليوم السابع وخبر بيقول الدكتور يحيى الرخاوي أعلن في حواره النهاردة للجريدة أن 30 يونيو كانت ثورة تصحيح أزاحت العدوان الإخواني. قال كمان في الحوار إن 25 يناير و30 يونيو ثورة واحدة تعثرت فاستقامت، والمواطن اطمأن إن جيشه معاه وإن رجال الأمن حريصون على أمنه وليس قهره. قال كمان إن تولي مرسي رئاسة مصر كان خطأ تاريخي جسيم وقعنا جميعا فيه. ونتحول مشاهدينا الكرام إلى الأخبار الرياضية. من الأخبار الرياضية في جريدة الشروق أخبار رياضية بالتأكيد مفرحة اللي حضراتكم هتقروها في جرائد بكرة، خبر حلو يعني عن محمد صلاح نجم المنتخب المصري. الخبر منشور في صحيفة الشروق وبيقول إن محمد صلاح أصبح رابع أغلى لاعب في العالم. بيقول الخبر إن
الفرعون المصري ارتفعت قيمته التسويقية بعد المشاركة في المونديال العالمي من 80 مليون يورو إلى 150 مليون يورو. طبعاً ما شاء الله. في صحيفة إسبانية بتؤكد مطالبة ميسي بضمه لبرشلونة، دي بالتأكيد أخبار رائعة للغاية بخصوص محمد صلاح نجم منتخبنا المصري ونادي ليفربول الإنجليزي. أما جريدة الوطن فاهتمت بأخبار مونديال روسيا برضو، وقالت في عنوان ليها نهاية سيطرة رونالدو وميسي، وده بيجي بعد طبعا خروج منتخبي الأرجنتين والبرتغال من دور 16 في مونديال روسيا. أخبارنا المحلية في صحفنا المحلية انتهت مع حضراتكم، ونتوجه الآن مع حضراتكم للصحف العالمية. عناوين كتير وموضوعات هامة في الصحف العالمية فيما يخص الشأن العربي والعالمي، مع جولة في أبرز عناوين الصحف العالمية في التقرير اللي جاي مع حضراتكم. متنوعة رصدتها الصحف العالمية اليوم، وحرص برنامج الحياة في مصر على رصد أهم ما جاء فيها، والبداية كانت مع صحيفة The Guardian البريطانية التي نشرت مقالا تحليليا لزيارة الأمير ويليام للأراضي الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اعتبرت الصحيفة أن الأمير ويليام أثبت أنه يتمتع بحس دبلوماسي رفيع خلال هذه الزيارة. وأردفت الصحيفة أن الزيارة تم تخطيطها بدقة شديدة بحيث لا يجري صبغها بمضمون سياسي صرف، ونجح ويليام في تفادي أغلب الألغام التي تشوب الملف الفلسطيني الإسرائيلي خلال زيارته التي استمرت لمدة 4 أيام. من الجارديان إلى وكالة الأخبار البريطانية رويترز التي ذكرت إعلان قادة الاتحاد الأوروبي نجاحهم في التوصل إلى اتفاق للسيطرة على الهجرة، اتفاق وصفته الوكالة بأنه قوبل بانتقادات فورية بوصفه مبهما وصعب التنفيذ. ونشرت الوكالة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ساعد في إبرام الاتفاق بعد 9 ساعات من المحادثات قال إن أوروبا تريد حماية مواطنيها، لكنها تريد أيضا أن تلتزم بقوانينها وتكون على قدر تاريخها وأن تحمي المستضعفين. واستمرارا مع الصحافة البريطانية، نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا للكاتب المعروف ريبورت فيسك يتناول فيه مساعي الأمريكية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو ما يسمى بصفقة القرن. وأردف فيسك أنه بعد فترة طويلة من الاستيطان الإسرائيلي للأراضي التي سرقت من العرب، وبعد عمليات القتل الجماعي في غزة، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ماذا بقي ليقبل به الفلسطينيون؟ وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة معاريف العبرية أن ثمة خلافات جوهرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية مصغرة الكامبينت بشأن تقديم تنازلات في مستوطنات غير قانونية في شمال وشرق القدس لإقناع الجانب الفلسطيني ببدء التفاوض بشأن صفقة القرن. إسراء عبد التواب، الحياة في مصر. أخبار وصور وفيديوهات وتعليقات ساخرة بيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا في برنامج الحياة في مصر حريصين بالتأكيد اننا نقدم لحضراتكم كل جديد بيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاصيل اكتر في سياق التقرير اللي جاي. اخبار وصور وفيديوهات وتعليقات ساخرة بينشروها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا في برنامج الحياة في مصر النهاردة حريصين اننا نقدم لكم كل جديد. هنبتدي بالاشاعة اللي مسيطرة على السوشيال ميديا
بعدما أعلن الموقع الرسمي للعبة كرة القدم الشهيرة بالفيفا بالتصويت للاعب اللي هيتصدر غلاف اللعبة في نسخة 2019، وكانت الإشاعة إن اسم الفرعون المصري محمد صلاح ضمن أسماء نجوم الكرة المرشحين للتصويت. وبالفعل ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب محمد صلاح على غلاف لعبة فيفا 2019، وانتشرت الصورة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت تعليقات كتير بتطالب بالتصويت لصلاح وإنه تفوق على رونالدو بالتصويت. ولكن بعد ساعات انتشر بوست بتكذيب الخبر وإن الصورة متفبركة، بعد ما تأكدوا بعض النشطاء السوشيال ميديا من الموقع الرسمي للعبة الفيفا بعدم وجود اسم اللاعب محمد صلاح ضمن اللاعبين المرشحين للتصويت. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو شفنا فيه ازاي بطريقة كوميدية فاجئ الفريق الغنائي الامريكي باكستريت بويز جمهوره لما دخل الجمهور اسانسير ولقوا الفريق فيه وشاركوهم الغناء والتصوير. ونشر الفريق الغنائي الفيديو على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك وكتبوا عليه اوقات حلوة في الاسانسير. ايه اخرتها مع الكوكب ده؟ عنوان لفيديو على موقع التواصل الاجتماعي لحصة لياقة بدنية لأطفال الصين وهم بيمارسوا رياضة نط الحبل بشكل جماعي وبسرعة ولياقة غير طبيعية، وده اللي أثار جدل بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبدأت التعليقات بالانبهار والتشجيع زي توافق عضلي وذهني غير طبيعي سبحان الله، وفيه اللي قال عايزين نودي أحفادنا يتعلموا هناك، وتعليقات كتير بتوصف دولة الصين بالكوكب السحري العظيم. انتشرت على السوشيال ميديا صور للاعب المنتخب الاسترالي مارك ماليجان وهو في منتهى الحزن، وبنات الثلاثه بيحضنوه ويواسوه في وسط الملعب بعد خروج منتخب استراليا من مونديال روسيا 2018. الصور نالت اعجاب الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبدات الصور تنتشر بينهم بالانبهار والتعليقات الجميله زي قوم يا جدع كاس عالم ايه لمتك وسط بناتك بالدنيا، واللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه وما دقش الحلويات، وان دي احسن صوره في المونديال. خروج المنتخب البرتغالي والمنتخب الارجنتيني اللي كانوا من اهم الفرق المشاركه في مونديال روسيا 2018 اثار جدل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين حزن وفرح وتعليقات ساخره على خروج الفريقين في نفس اليوم، خصوصا ان اللي بيمثلوا الفريقين دول ميسي وكريستيانو رونالدو. فانتشرت التعليقات والكوميكس بالهجوم على ميسي بانه السبب في خروج منتخب الارجنتين، وكوميكس لكريستيانو بالخروج المشرف للعب في المباراه بشكل جيد، ورغم ان منتخباتهم قويه ولكن حظ كره القدم ما بيرحمش حد. رحاب عزيزين، الحياه في مصر. هنبقى برضو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بالتاكيد مليئه باللقطات الطريفه والابتكارات اللي موجوده من كل أنحاء العالم بيرصدها برنامجنا الحياة في مصر. اسمحوا لنا نشوف هذه الأمور من خلال التقرير اللي جاي. من اللقطات الطريفة اللي رصدها برنامج الحياة في مصر النهاردة غريزة الأمومة بتتغلب على الغريزة الحيوانية، وده في الفيديو اللي صوره مصور في روسيا لغزالة حاول ذئب يتهجم على مولودها فجن جنونها وجريت ورا الذئب وطردته، وده عكس الطبيعي. وانتهت عملية المطاردة الغريبة بأن الغزالة وقفت بعد ما فصل ما بينها وبين الذئب مسافة طويلة. أثار مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير بالسامبسون حيرة اللي بيتابعوه في كل العالم بعد ما تحولت بعض مشاهده الكرتونية لحوادث حقيقية خلال 29 سنة من عرضه على الهواء. فتوقع المسلسل في حلقة من حلقاته سنة 1996 رئاسة دونالد ترامب قبل 20 سنة من توليه المنصب، وكانت آخر التنبؤات الغريبة فيديو من البرنامج انتشر على المواقع الإلكترونية بتوقع نهائي لكأس العالم 2018 في روسيا، والفيديو متاخد من حلقة اتعرضت سنة 1997 واتعرض فيها إن لقب الدولة الأعظم على الأرض في اللعبة دي هيكون بين منتخب المكسيك ومنتخب البرتغال. ومن اللقطات الطريفة شاب أرميني بيظهر في فيديو وبيعمل تمارين على صباعين بس من إيديه. الشاب ده قال إنه بيعمل التمارين دي كل يوم الصبح لمدة ساعتين أو ثلاثة في البيت علشان يقوي صوابع الإبهام والسبابة. نشوف بقى عاملة الجماهير الإيرانية في لاعب المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. قبل المباراة بليلة اتجمعوا مشجعين إيران قدام الفندق اللي فيه المنتخب البرتغالي، وتحديداً تحت غرفة رونالدو، ورفعوا صوتهم في الهتاف والتشجيع عشان يمنعوه من النوم ويقلقوا راحته. وكانت المفاجأة إن كريستيانو تجاوب معاهم من شباك الفندق وقال لهم بكل بساطة إنه عايز ينام، وانتهى الموقف بعد تدخل إدارة الفندق.
في كاليفورنيا زوجين اتصدموا بعد ما خرجوا من بيتهم لمدة ساعة واحدة ورجعوا لقوا دب مقتحم البيت وقعد في المطبخ بياكل، وقالوا ان الدب شكله كان جعان عشان في الفيديو اللي صورته كاميرات المراقبة في البيت ظهر انه دخل من شباك المطبخ وراح مباشرة على الاكل. الزوجين قالوا انها مش اول مرة وان في دب تاني اقتحم بيتهم السنة اللي فاتت وعمل نفس الموقف. ومشاهدينا الكرام، حلقتنا النهارده من الحياة في مصر انتهت. يا رب نكون كنا ضيوف خفاف على حضراتكم. أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. في أمان الله.